العراق لحد هذه اللحظة أغلب الودائع مالته وكل بيع النفط مالته عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية. منين نعيش؟ شلون تجيبون الفلوس؟ العراق لحد هذه اللحظة أغلب الودائع مالته وكل بيع النفط مالته عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية. منين نعيش؟ شلون تجيبون الفلوس؟ في نهاية عام 2018 نشرت صحيفة ذي ماركر الاقتصادية الإسرائيلية عن خريطة نقل السفن لنفط العراق، ولتبين الصحيفة حينها أن الحكومة العراقية أبرمت صفقة مع إقليم كردستان لإدخال النفط العراقي إلى إسرائيل، وذلك من خلال ميناء جيهان التركي ثم مرورا بقناة السويس المصرية لترسو السفن قبالة موانئ تل أبيب، ثم لينشر موقع تينكر تراكر الذي يديره رجل الأعمال الكويتي سمير مداني أن الناقلات العراقية تدخل إلى إسرائيل وتبيعها النفط بأسعار أدنى من السعر العالمي، ليوضح كذلك أن النفط الذي يخرج من إقليم كردستان هو صفقة مبطنة بين حكومة المركز وحكومة إسرائيل بواسطة الكرد. في ذلك الوقت استنكر الجميع هذه الأخبار وعدوها أخبارا مزيفة هدفها تسقيط السياسيين العراقيين. أما اليوم فنرى تحركات سياسية على مستويات عدة بين العراق ومصر والأردن، وعراب هذه التحركات هو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يعمل على نقاط تجارية واسعة. ثم ليكشف موقع صحيفة معاريف الإسرائيلية عن خطة استراتيجية في مد خط أنابيب لنقل النفط العراقي من البصرة العراقية إلى مصر مرورا بالأردن. لكن المشكلة الكبرى لا تكمن هنا، فالجدوى الاقتصادية لخط أنابيب النفط الاستراتيجي سيعمل على تصريف النفط العراقي والذي سيصل إلى 12 مليون برميل في المستقبل القريب، وهذا سيساعد على تصدير النفط بعيدا عن التوترات العسكرية في سوريا. لكن الحكومة العراقية أبرمت اتفاقا خاصا مع الجانب المصري يصنف من أخطر الاتفاقيات الاقتصادية، وهو أن يبيع العراق النفط إلى مصر أقل ب$18 لكل برميل نفطي عن سعر النفط العالمي. أما مصر فتبيع النفط العراقي لإسرائيل أقل ب$12 لكل برميل نفطي عن سعر النفط العالمي. أما إسرائيل تبيع النفط لمنظمة أوبك وللتجار الدوليين بالسعر العالمي مع مربح يفوق $12 عن كل برميل نفط، وهذا يعني أن العراق سيقدم لمصر $6 ربحا صافيا عن كل برميل نفط، وسيقدم لإسرائيل $12 كربح صاف عن كل برميل نفط، علما أن كمية النفط التي ستضخ في أنبوب النفط الإسرائيلي العراقي هي 1.5 مليون برميل كل يوم، أي أرباحا تصل إلى $9 ملايين لمصر كل يوم و$18 مليون لإسرائيل كل يوم. وهذا ما يسمى بالتطبيع تحت عباءة المقاومة لخداع الشعوب الجاهلة، وهنا ستتحول إسرائيل إلى أحد اللاعبين الأقوياء عالميا في سوق النفط. وبحسب مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ومراقبين في الاقتصاد الدولي، فإن مثل هذه الاتفاقيات الربحية تعتبر الأخطر لمستقبل الشعوب وتندرج تحت مسمى اتفاقيات الوكلاء بالمرابحة. فاتفاقية العراق وإسرائيل النفطية هذه ستدمر اقتصاد العراق في المستقبل القريب، وستجر خزينة العراق إلى ديون أكبر وأكبر خلال الأشهر القادمة، والتي قد تجعل كل مواطن وطفل عراقي مدان بمبلغ $5,000 للبنوك العالمية كفوائد على القروض البنكية الدولية التي أبرمتها حكوماتهم. وحينها سيكون الشعب العراقي أمام حل وحيد، وهو التنازل عن كل خيرات العراق النفطية وغيرها لحكومات وشعوب تعرف كيف تحافظ على مقدرات بلادها. فخيرات العراق لا تعد ولا تحصى، وسياسة الفساد في العراق باعت مستقبل هذه الثروات، وأطفال العراق اليوم هم من سيدفعون فاتورة مستقبل لم يتمكن أباؤهم من الحفاظ عليه.